القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني بعد 104 من دروس التفسير. وقي إذ الدرس 402 ذي الدرس التفسير، ومازال أكد سورة العنكبوت. السقي مرض ربد في السلسلة 46 ألمذلة 59. ينادى ربي سبحانه عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المجادلة بالتي هي أحسن، إلى قنزر ذي الشرع ربي سبحانه، أما ذي القرآن أما ذي السنة، إلا هم يقرن المجادلة، الحوار، الديالوج، الحوار. الحوار كي مبدأ من مبادئ الشريعة، الحوار مبدأ شرعي وقيمة أخلاقية تربوية. شو المعنى يس؟ ما مخلفني مذانا الخلاف يلا ذي الدنيس، أذ مخلفا ذي توشولت، ذي السوق، ذي الإدارة، ذي اللوزين، الكفريد، ذي الشرع. الاختلاف من خصائص الدنيا ومن خصائص البشر، أمر قائم، ولكن كيف نزيل الاختلاف، كيف نتجاوز هذا الاختلاف؟ بالحوار. إذا حصل الحوار تحقق العمار، وإذا غاب الحوار حصل الدمار. حوار ميل الحوار، هذه سيدي فراث، ميل ولاش الحوار هذه ظروف خسار بلا شك، ديم كل شيء. ميم ذي الدعوة إلى الله، تزرم ذي سورة يوسف الآية 8 بعد 100، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كمل على بصيرة. دعوة إلى الله ماشي ببريكان، ماشي سالعنف نصيرة ولا بالسيف، لا 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 لا، سالعقل. أستمر ظفري يعني يون أفري ضربي، ولكن إلا قصت سويل سوى والزيضان ذي لسزيضان اقتضن ثسدة. لذلك ربي سبحانه مدين سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى آخر الآية 108 من سورة يوسف. في الآية 125 من سورة النحل أيضا في أمر الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لصجاس، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ماشي بالتي هي أخشن بالسيف، لا لا، ستاويل كان ستاويل. قرني مزورة إغلفن أذرار ذي الخيل، إغلفن أمذان ذي تسخيل، تسخيل الهوى لك، تسخيل تسخيل.
تعجبكم نه خطر سوما كنا ندث الغامة إيه اليوم بوالي يلخصد كلش ربي سبحانه صافي كيف كيغد منهج ربي سبحانه وضع لنا منهج الدعوة إلى الله مع جميع المدعوين هذه قاعدة ذهبية وفي هذا الأمر يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى اليهود والنصارى ما عندهمش كتاب صحيح ما كانش كتاب صحيح الكتب السماوية طالها التحريف ولم ينجو من ذلك إلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكتاب الله القرآن الكريم ربنا قال وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب دقة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الحمد لله إلا الذين ظلموا منهم فرما يونيف غافريف أراد الحرب أراد ديان المؤمن دائما عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران إذن ما هي الثرى يسد وين النظام يتغير الموقف إلا الاستثناء القاعدة القاعدة بالتي هي أحسن وهذا هو الأصل ميل الاكسبسيون كي كونفيرم لا ريغل يعني الاستثناء الذي حضر بعد ذلك هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ولا يقدح فيها إلى الذين ظلموا منهم وقولوا ربنا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم المسلمين وقولوا إنيف آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم شوف الحوار لا ميثودولوجي طريقة الحوار لا ميثود معنتها حاوروهم إناس نكوني نومن سوين دينزن فلانغ غفن فينا صلى الله عليه وسلم رسول العالمين فين دينزن فلاون معناها التوراة التي أنزلت على موسى نومنيس الإنجيل دينزن سيدنا عيسى نومنيس ولكن لكني قلنا زدي يصفى بدينزل ذا مزوار وكني يصحى وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد معنى ربيون وهذا هو الأصل المشترك ربيون معناه تجذير عقيدة التوحيد ربيون يون ربنا أكين قار ربنا واحد وهذا المعنى ورد في عديد الآيات منها في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والآيات كثيرة وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلم نسلم دورنا نسلم نكني قلق نسلم أني الذين سلمن أم نكني أم خنوي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام يعني دين كل شيء فنم يطيش وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ربنا عز وجل إن يسن في عليه الصلاة والسلام أنزلنا إليك الكتاب كتاب أجي قرآن كريم زيد في النبي صلى الله عليه وسلم هناك من أحبار اليهود من اليهود ومن النصارى من آمن لأنه كثير من ننسي اليهود والنصارى ها يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به يعني لن وجد يمنا لن وجد كفرا أشركوا وما يجحد بآياتنا إلى الكافرون الكافر الذي يعرف الحقيقة ويغطيها كفر الفلاح زرعه كفر الفلاح زرعه غطاه الفلاح يزرع من بعد أذي يشرز يحرص كي يحرص يغطيه هذا هو كفر هم يعلمون الحقيقة لأن الإسلام دين الفطرة
علاش ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود لو تركنا طفلا يعيش بعيدا في منأى عن جميع المؤثرات الخارجية لنشأ مؤمنا موحدا عادي. جيت كان ترونكيل لونتوراج المحيط ما يجي ترونكيل في يمن، خاطر ربي سبحانه يزرع يزا الإيمان تقولا وننغ أكن من الله. وربي سبحانه جحدوا بها في القرآن، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والقرآن يشرح بعضه بعضا. وما يجحد بآياتنا إلى الكافرون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، ورقار ورتسارو، بالدليل في صلح الحديبية أسمي كتب هذا ما تصل عليه كذا وكما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمر من أسلالة. لو آمنا بك رسولا لاتبعناك، في رواية لما عاديناك لما حاربناك. لو كان نومي بكش ذا الرسول أنا من يسك شين ما شد الرسول شتم ذفك وكتبرا صفينك رسول نكوني ونومينا ربكش ذا الرسول أكي سنة الكفار أدغاي نيسي أمحو نيسي سيد علي سمحو سمحو رسول الله. سيد علي يوي ماشي يوي يعني تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الضيف الناس باش يمحو رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ينيس وري يتسيد إني يتسيد باش تسمحو وري صوتي صرارة لو كان يغرى ذو راح مباشرة نغورس ينيسان دات الله باش تسمحو. وهذا الذي حصل. إذن ربنا عز وجل خطر ثلاث شبهة، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني متعلما كان يقرأ ويكتب يقول يلقوا الشبهة، يقول هذا ما شاء رسول الله اقرأ واش كان في الكتب السابقة وبعدين دار صياغة جديدة طبعة جديدة. أسين بالإنسان يقرأ يدير الزنا في كتاب ينتي مزورة يمشي يعني مزور دي شقع ربي سبحانه يقرأ أو كشو دجان من بعد يعود ست تجريط ذين مدينا. إذن لارتاب المبطلون هؤلاء المشككون هؤلاء الكافرون المبطلون لو وجدوها حجة لو وجدوها الشبهة يدخلون من بابها. وما كنت تتلو من قبله من كتاب رب سقر وثغري ضرا ولا تخطه بيمينك وتسرد سفوسي كيفوس إذن لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أحبار اليهود من علماء اليهود من علماء النصارى، هم يعلمون لأن هذا الأمر موجود في كتبهم بلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا زرانت العلماء نسن زرانت إموسنون نسن زرانت. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أنورين كرن في ذت يخي قرن أذي غمي طيج سغر ذال أندى ديفاني طيج ذات ولثي دي خلقا الفاسي الفلاني ذايني فغاكوا فريد يقنى النيس يلديني ميس يقول يستعرف في غومي طيسو غربال وقيت شوف غاب فريد هذا وقيت ربي ذاك إنك إلى وما يجحد بآياتنا إلى الكافرون ذاك يعود إنك وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ظلمني ما ننسل وظلمنا روية ظلمني ما ننسل. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه ذاك ثورة أصحاب قريش الناس قرنا لو كان دينزل ربي في الناس في محمد صلى الله عليه وسلم أمياض أسيف كتاع كواس تمثينا سيدنا موسى ما يغوث البحر هذه وغالد هذا فريد هذه وثاث الزروات في غنوامان نغثال غمث ناقات صالح ثال غمث سيدنا صالح نغل مائدة دينزل في سيدنا عيسى فغان تيقاذاقي أكيف غان هذا. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. يعني خصنت الآيات المعجزات الخارقات دي شقع ربي الأنبياء إمزورة محدودة زمانا ومكانا وإنسانا. عصا موسى أين هي؟ أندت لتعكس سيدنا موسى، أندت الغمث سيدنا صالح، أندت الميدان سيدنا عيسى.
المعجزات اللي شكا ربي ياكل الانبياء مزور معجزات ملموسات انت توالين وقال حضرا نكونين من باللي تسيدت خطر ربي غادي خبران ونحذر راه لو كانوا غادي خبر ربي ذن فيه ونتسامنا راه اي رانا من حضرا كل وي يميكو سيدنا موسى ساكوس البحر يوال ذا فريدي سلك انت ساكوذ المؤمنين فرعون كل زرعني نساكو الجنود العسكري غرقا وتحذر ما راه ونحذر راه ولكن نومن بلي تسيد سايغر خطر إخبار غد ربي سبحانه عز وجل أكو ذنفيس الصادق المصدوق ولكن المعجزة الخالدة المعجزة الخالدة إترنال ذو القرآن هي معجزة خالدة وما يمنعش باللي ربي سبحانه يفكد بعض المعجزات المادية إنفي عليه الصلاة والسلام وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق ربي سبحانه إن تقول إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين نذير النبي عليه الصلاة والسلام ينذر يقرصني وقذ يعصاني وقذ يكفران حاذر في منوان حزف في وزكان يوزكان ماشي كان يوسان إلى وسان إلى وزكان إلى وزكان ذا سمحتي القرآن كي معجزة خالدة كل شيء داخليس يا ناس قيمة كإترنالمون ماشي عشرين سنة مئة سنة أكال مثل يردوني والحمد لله سقيك وقالي سعان لا عقل يستخدمنا الله غنسم ذي الدوني مرة يمسنوني مقرانا شمل الإسلام سيث بورثي وسعان عمالقة الدنيا سدنة العلوم أهل الاختصاص والخبراء الكبار هذه الجبال من العلوم اعتنقت الإسلام ودخلت من أوسع الأبواب من بعد ذا شو دين ربي سبحانه أولم يكفيهم يعني ما يكفيش يعني القرآن يجي أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذا الكتاب القرآن الكريم يتلى عليهم صبح ثم دي ثم يضم زال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الرحمة القرآن يقول ذو الرحمة ذو الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ذو الرحمة إن ربي في الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الآية السابعة بعد المئة الأولى من سورة الأنبياء الآية 107 ربي ند وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونسي ند في منيس أنا الرحمة المهداة ويند في منيس أنا نبي الرحمة وربي ند في القرآن في سورة الإسراء الآية 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون ذكرى لمن أراد أن يتذكر وذكر في سورة الذاريات الآية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما إلا أيها المشهد المؤمن هضر ناقيم هذا ولكن نهضر قطع الإنسان لابد أن يقيم الحجة ويبرئ الذمة لعل الله وربه نسديه الدون قل كفى بالله بيني وبينكم دين إلا ربي جرنا إلا ربي جرنا شهيدا الله يشهد بأن محمدا رسول الله يكفي شريرنا ما ذوين يمنا ينفع إيمانيس ما ذوين نرنو من راه يذبر قروس كل واحد يتحمل مسؤوليته يعلم ما في السماوات والأرض يعني يثفر مالا في اللاسة يزرى يحصى غيني فرنين يظهران كل شيء يزرات ما ذقين ولا ما ذي القاعة والذين آمنوا بالباطل قد يمنا نصل الباطل وكفروا بالله كفر نصر ربي سبحانه الله غالب أولئك هم الخاسرون الاثنين أسند قولي الخسارة لكن سامي الآية إذن ربي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لكن تفغو الخسارة الدونيث والهارت السهل ولكن الخسارة الأخرف داين الإنسان كي يخسر في الدنيا عادي يخسر 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 يجنار يربح إذا كان خسر الآخرة نتاعو هذاك هو الخسران المبين خطر لا يملك فرصة ثانية ليعود إلى دار الدنيا ورزمي راديو غال ولاش دوزيام شانس
ولاش سيسيون دو راتراباج اون سول سيسيون يوث يا تنجحض ما ولاش. ويستعجلونك بالعذاب هذا نوكذا غير نشفن سقارن يلا انزل العذاب يا اخي ربي زمان ينزل العذاب في القوم من سيدنا لوط القوم من سيدنا نوح والقوم من سيدنا موسى شحال اقوام ان ربي سبحانه ينزل فلاسن العذاب ذي الدنيا لأنه وكذا يفغن شويه يفغ العقل سقرن يلا سقرن عليه الصلاه والسلام غير ولزيغ سلعذاب كي سلعذاب قد يفك ربي من ومن رئيس ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى خطر لكل اجل ولكل اجل كتاب يعني العذاب كي ينزل باجل ولولا اجل مسمى كل عذاب ينزل في الوقت الذي اراده الله جل جلاله لجاءهم العذاب اثني ديال العذاب ولا ياتينهم بغته فجاه ادينزل بلا ما يشاوريكون بلا ما يناون ثان تلدات تاس الفلاني ادي غير فلان العذاب خاطي تزرم بغته فجاه خاطر ربنا وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سوره ياسين الايه 82 اذا ربي زمري كل شيء بغتة وهم لا يشعرون بلا ما ثقن بلا ما ثخين بلاك ذقيض بلاك ذقاس بلاك تتصم بلاك ثخين الله اعلم يستعجلونك بالعذاب مره اخرى الايه وان جهنم لمحيطه بالكافرين وتسحر ثارا خاطر ثوى التفضيل مين ثوى يا رانا سمحتي اسيدي ونا راح الزر ذاك يهضر بك اه الى وقع روح يغالط يا ولدي راح تساوي لي شكي هضر بي الى وقع روح يغالط أكيني وين ننطل جامي ديوغال سي نورمال جامي ديوغال جوستومون مادام جامي ديوغال فيني تا واغيث خاطر دي سوغال راه يعني ميم الشيني نغنكيني ما نمثي ياكود سوغال راه وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذه الجهنم تغمرهم تغطيهم تأتيهم فتغطيهم لمحيطة بالكافرين والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ما ينزل عذاب سفلا سن دوي ظرنا سن ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ذا عروض كان وقي ذا عروض ما زال الصح ما زال الصح ذوقوا نسأل الله العفو والعافية يا عبادي الذين آمنوا أثنى ربي سبحانه يتمسلي لعبادي السيقار دقي الخطاب موجه لنا جميعا ياك ولكن بالذات المسلمين المسلمين المؤمنين يمزوره يقالوا كذا النبي صلى الله عليه وسلم ربي ناس خاطر يعدى في لسن الميزيريا تعدى في لسن المحنه ولا انسان في عليه الصلاه والسلام يسعد الحفظ ذم قران زرى ما شو كذا في اللسن ربي ناد مسته هذا مشهد من المشاهد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله بضاصن بعد رب شدينا ألا إن نصر الله قريب أتضيق توسع وكذاكي أماكن ربي في كاس تسريح أذهاجرا أذهاجرا لذلك هجرا سمكة المدينة هاجروا بدينهم فغن سيمكا النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه روح سيمكا المدينه المنوره هجره بالدين ماشي ذي الخوف ماشي لا باش حرزن الدين نسن وربي سال الحكمه ذينا والحمد لله الانصار ناس مرحبا يسوان لا سلام انوان يحبون من هاجر اليهم سوره الحشر الايه التاسعه قبلها الايه الثامنه ربي هضرت في المهاجرين ختمها اولئك هم الصادقون جست مباشره بعد الايه الثامنه الايه التاسعه من سوره الحشر ربي ناد في الانصار يعني نتاع المدينه المنوره يحبون من هاجر اليهم سلحماله لناس مرحبا يسون لا سلام ون كل شيء سلحماله ناس مغارزي وقبايلي الحماله يلن ذا حلفو نكوني نرت ذا سافو جهاده ما ينتقدوا قبايلي سلد مليح خطرين بوال اماكن يكون قراغ باش تزيد الشرح هذه قتلت 100 لي باج يون بوال
الحمالة يلن ذا حلفو نكوين الرات ذا سافو من مي ماريو غالو قلمون سيضرا يحبون من هاجر عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إن رب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فقع ربي ثوسع فإياي فاعبدون المعنى يجوز هاجرا أرضي واسعة ألم تكن آية أخرى ألم تكن أرضي أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أرض الله واسعة فإياي فاعبدون حرزت كان الدين نوان نكوني ثلايون دين السمحتي أصل حرز ديني ما تحرز الديني كتسو حرز أندث اللي هذا أما غيث مورثيك أما فريث مورثيك حرز الديني كتسو حرز فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت رب دقار ولاش تنفسيت ونعرض على الموت تسمثمياك أكن ملان مثل معنى حزف إلى خرث ثم إلينا ترجعون أن غلق ربي سبحانه الآية 57 من سورة العنكبوت سعى المعنى ذا شرحنا كذ الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أن بعد ربي كمل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاذ يمنان وترجموا إيمانهم إلى أعمال صالحات ومن نخذ من الصلاح لنبوئنهم من الجنة غرفا يعني أسنفك ربي منازل حجرات ذي الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أذعيش أذي ذيرا أترنال من خلود حياة الخلود ذي الجنة أسيدي بافا من بعد ربي الناد نعم أجر العاملين ذاقينا نعم أجر العاملين ربي تفضل علينا إن شاء الله نكون من أهل الإيمان يعني استعرف سلخذمنا لا أحد يدخل الجنة بعمله ولكن برحمة منه وفضل جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نعم أجر العاملين في سورة الزمر فا بزيادة الفا فنعم أجر العاملين الوقذقي الذين صبروا وقذي الصفران يقفلن الحيف يقفلن العدوان الاعتداء من الكفار وقذي الصفران الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وقذي الصفران يرنت سنف ربي والآيقي تشملاغاك يلها فرد ماذي الصبر الصبر دحفي من ربي وذي تسيل فلاس جغون ثلويث أرتي من الليث السلام ربي في اللون.